تتوقع مين يا كابتن محمد الفترة اللي جاية، مين ممكن يتألق مع المنتخب؟ هو طبعا الموجود مع المنتخب قبل كده في تريزيجيه وفي محمد صلاح طبعا والنني والنني وكده، لكن وكوكا. انا بقول مصطفى محمد هيبقى نجم ساطع جدا مع المنتخب، لان هو كمان يعني حالته طيبه جدا في تركيا، صحيح. وعمل ماتشات كويسه جدا، وتقريبا لعب حوالي 7 8 ماتشات حاطط 7 جوال. صحيح صحيح. انا اعتقد يا كابتن على مستوى يعني المحترفين طبعا، يمكن حجازي عشان بيلعب بس في الدوري السعودي في اتحاد جده، يعني اعتقد بيقدم مباريات اكتر من رائعه. حجازي كمان نوعيته من نوعيه راجل يعني طبعا في تألق. في لعيب مهما اختلف الدوريات صحيح صحيح هتلاقيه هو بالظبط يعني شخصيته بقى شخصيته فيها رجوله وفيها روح قتاليه، فيها الفايت سبيريت عنده شديد جدا على مستوى اللعيبه بتوع البريمير ليج، خاصه البريمير ليج. تريزيجيه يمكن كان فيه فتره غياب شويه، لكن رجع بقوه جدا مع استون فيلا، بيأدي بشكل اكتر من رائع. وتريزيجيه كمان من فترات طويله كان يعني كان محمد صلاح طبعا يعني، وكان ليه حق ان هو مغطي بشكل كبير. اعتقد انا تريزيجيه كمان هيبقى ليه اعتقد بصمه كبيره جدا مع المنتخب. محمد صلاح بعد هزيمه النهارده كمان، ويمكن كان نفسيا مش مظبوط للاسف. يعني ده 8 ماتش على التوالي يعني على ارضهم. ويمكن محمد صلاح النهارده كان اخطا شويه في الهدف، لكن على المستوى المعنوي مش في افضل حالاته خالص. فانا بتفق مع حضرتك كمان ان مصطفى محمد كمان اعتقد مصطفى محمد وتريزيجيه على مستوى الهجوم، بالرغم ان كمان احمد حسن كوكا مكسر الدنيا. انا برضو بسمع عنه سمع جيد جدا في اليونان، في اليونان. بس هو يعني ده الكلام ده من بدري، مش من دلوقتي، لكن بيختلف تماما مستواه مع المنتخب المصري، مش عارف ليه. ايه السبب؟ مش عارف. يعني هو بيلعب تحت ضغوط، في ضغوط حواليه، مفيش يعني. المفروض ان هو خبره، والدوري هناك يعني اقوى من طبعا. ولعب على مستوى الشامبيونز ليج كابتن، لسه كمان على مستوى حط جون للفوز في قدام اندهوفن وخرجه من البطوله. مستوى المعنوي عالي جدا، هو متالق كمان. الكيمياء بقى بتاعت المنتخب مش عارف فيها لسه، مش عارف. اصل هو مش مستواه مش عالي هناك من دلوقتي، ده من بدري من بدري. بس كل ما بيجي المنتخب نفسيا يعني يا كابتن، تفتكر ان نفسيا انا مش عارف يعني ايه سبب يعني ايه السبب اللي بيخليه يعني الكيمياء تحته مش متوافقه في تذبذب في الاداء يعني. ممكن يكون الكابتن على مستوى غير ما بنشوفه بره، غير ما بنشوفه بره خالص. ما هو يعني ده نقطة حضرتك اتكلمت عليها، انه ساعات بيثبت يعني، هو عارف ومتابع السوشيال ميديا، وعارف ان يمكن في انتقادات عليه من فترات طويلة، يمكن ممكن الفترة اللي فاتت، فبيجي بقى بيحاول يقدم اكتر، بيكون مركز قوي، فما بيقدرش يبقى ريلاكس يعني. أيوة، ما بيقدرش يتحرر من الضغوط ديت، ما بيتحررش من الضغوط دي زي هناك بالظبط يعني. هناك حتى لو ضيع ما بيهموش بالظبط، لكن انا حاسس ان هو بيتحاسب متراقب على الوحده، متراقب. ممكن تاثر عليه فنيا، ممكن يكون يعني. تكون دي برضه تاثر عليه فنيا يعني. لكن هو اتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه باذن الله. لكن محمد صلاح زي ما حضرتك قلت كده، هو طبعا نفسيا ان في دروب في ليفربول بشكل كبير جدا، خاصه المباريات اللي على ارضهم بيخسروا على ارضهم. ممكن ده ياثر على ادائه مع المنتخب الوطني كابتن؟ ممكن جدا بياثر بسهوله. طبعا ممكن جدا. انا لعيب نفسيه اصلا طبعا. يعني ومحمد صلاح من اللعيبه اللي ما بيحبش يبقى وحش. صحيح يعني، حتى حاسب نفسه وعنده دايما يعني، تحس انه حتى ما بيضيع كوره بيبقى بيلوم كده خاصة بقى ما يبقى في وسط اهله ويلعب وحش، وهم يعني كل الناس حاطه الامل عليه على انه احسن محترف في المحترفين اللي موجودين. فطبعا وفعلا ده اللي لامسينه من خلال يعني الاجابات حتى لا يعني مع الناس معوله عليه بشكل كبير طبعا. محمد ما فيش شك يعني. طيب